رمضان كريم على الجميع وكل عام وانتم بخير. الشهر دخل اخيرا ومعه طبعا طقوسه وامسياته وسهراته الصباحيه حتى الفجر وما بعد الفجر، ومعظمنا ما راح اقول كلنا ينقلب نهار وليل وليل ونهار. طبعا هذا الشيء يؤثر بشكل كبير على نمط النوم السائد والمعتاد عليه طوال العام، لكن ما اثر هذا على صحتنا؟ اثر. لفتتني دراسة قرأتها قبل أيام تحذر من أن قلة النوم قد تسبب جلطات في الدم. الدراسة أجراها باحثين من السويد نشرت على صحيفة الصن البريطانية، قالوا أن قلة النوم تزيد من فرص انسداد الأوعية الدموية في الساكن. الدراسة السويدية تتبعت معدلات الإصابة بالمرض عند 650 ألف بالغ تقريبا، وقارنتها بمدة نومهم كل ليلة، ولقت أنه عدم النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا يرفع نسب خطر الإصابة بالانسداد الشرياني إلى حد بعيد. قبل ما أروح لضيفي خلينا نشوف أول شيء نظرة عامة على عدد الساعات اللي ينصح بها الأطباء لمختلف الأعمار، مش فقط الأطباء وإنما أيضا حتى منظمة الصحة العالمية تنصح به. معايا من دبي الدكتور توفيق السعدي استشاري طب المخ والأعصاب. أهلا وسهلا بك معنا يا دكتور توفيق وكل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. في الدراسة اللي سمعتها الآن واللي سمعوها مشاهدين الكرام معنا أنه قلة النوم ترتبط بانسداد الشرايين وأمراض كثيرة، إيش العلاقة ما بين قلة النوم وانسداد الشرايين؟ هلا مشكلة النوم ارتباطها بأمراض مختلفة، هي دراسات قديمة وليست جديدة في الواقع. معروف انه النوم وطبيعة النوم وكيفية النوم مرتبطة بكثير من الأمراض. أمراض النفسية مثل الدبرشن والأنزايتي، التوتر والقلق النفسي، زائد العلاقة بالأمراض الدماغية والأمراض المرتبطة بعمل القلب. لكن معروف المرضى اللي عندهم قلة نوم أو اضطراب نظام النوم إن أكثر عرضة من غيرهم للاضطرابات على مستوى الأوعية الدموية، سواء من حيث أمراض القلب أو من حيث أمراض الدماغ وارتفاع نسبة الجلطات الدماغية. كمان معروف أنه اضطراب نظام النوم ممكن يؤثر سلبا على المناعة، لذلك المرضى اللي عندهم مشكلة بالنوم إن مرضى أكثر عرضة من غيرهم للاضطرابات المناعية وضعف الجهاز المناعي، هن أكثر عرضة من غيرهم للإصابة التهابات المتكررة. لذلك دائما نحن حريصين على نوم صحي حتى تكون حياتنا افضل. لانه كيف ممكن يكون هذا الشيء في رمضان لما يصبح الليل نهار والنهار ليل لبعض الناس للاسف؟ هلا صحيح هناك اضطراب في نظام النوم خلال رمضان، لكن ما فينا نوم رمضان باضطراب نظام النوم. اللوم يقع علينا نحن بشكل اساسي. المطلوب لحتى نحافظ على نوم هادئ وصحيح انه نحاول نتبع التعليمات الصحيحه. يعني حتى برمضان يختلف معنا برمضان انه صار في عندنا وجبه هي وجبه السحور على عند الصبح بكير، لكن نظام النوم يبقى هو كما هو. نحتاج الى ساعات نوم كفايه، محتاجين الى نظام صحي غذائي جيد حتى ناخذ نوم جيد. يعني ما ممكن تحافظ على نومك بشكل جيد أنت أخذ وجبة ثقيلة على السحور ومطلوب منك أن تنام بعد منها، وهذا مستحيل. لذلك عم نقول للمرضى حتى يكون نومك طبيعي نومك صحي مفروض تبتعد عن الوجبات الثقيلة، خلش عدة ساعات قبل ما تحاول
نعم. طب دكتور انت كاستشاري في طب المخ والاعصاب وفي دبي، هل فعلا تجيكم حالات يعني مرضيه مرتبطه بقله النوم في رمضان بشكل كبير اكثر من بقيه يعني اشهر السنه؟ رمضان قد ما هو مرتبط بطبيعتنا وبحياتنا. اضطراب نظام النوم نعم يؤدي الى مشاكل كثيره. اضطراب نظام النوم يضعف القدره على التركيز. احد مشاكل بنواجهها يمكن احنا بشكل يومي، مرضى بتجينا بتقول لك عندي مشكله بالتركيز، عندي مشكله بالذاكره. لما بترجع بتشوف شو السبب قله التركيز، بتلاقي السبب الاساسي هو انه نظام نومهم هو اصلا ملخبط، نظام نومهم ما هو صحيح. معروف ان النوم او عدم كفايه النوم سواء من حيث عدد الساعات او من حيث نوعيه النوم يؤثر سلبا على عمل الدماغ من حيث تاثيره على الذاكره او القدره الدماغيه بصوره عامه. نعم طيب عدد الساعات، البرنامج ركزتوا على موضوع عدد الساعات، لا مو قضيه عدد الساعات، لكن نوعيه النوم. ممكن تنام 8 ساعات او 10 ساعات لكن نومك مقطع، هذا نوم سلبي، نوم جميل. سيء. هذا جرني نعم هذا جرني حقيقه يا دكتور توفيق الى مساله انه في بعض الناس يقول لك يا اخي انا 4 ساعات تكفيني نوم او 5 ساعات تكفيني نوم، هل هم صادقين ولا يعني يتوهم لهم انه هم فعلا تكفي 5 ساعات نوم؟ لا وفعلا في ناس 5 ساعات نوم قد تكون كافيه، اذا كان 5 ساعات نوم متصله ونوعيتها جيده قد تكون كافيه، لانه عدد ساعات النوم مرتبطه بعوامل كثيره من ضمنها العامل الوراثي. نحن في عندنا جينيتيك بتخلي ناس يحتاجوا على ساعات نوم اطول من غيرهم، في ناس عدد ساعات قل قد تكون كافيه بالنسبه لهم. مثل ما قلت لك الموضوع مو عدد الساعات لكن نوعيه النوم. اذا انت نوعيه النوم عندك جيده ربما 5 ساعات من النوم الصحيح قد تكون كافيه لعمل الدماغ الجيد والصحيح. نعم صحيح. احنا دائما نسمع عن حكايه تقول لك نوم عميق نوم عميق، يعني هل النوم العميق هو النوم الجيد؟ وهل في مقياس نقدر نقول نعم هذا الشخص نام نوم عميق؟ هلا في بعض وسائل نحن نلجأ لها لنعرف كيفيه النوم وطبيعه النوم، هل المريض دخل بمرحله النوم العميق ولا لا؟ النوم اصلا بيمر بمراحل، من نوم سطحي لبعدين يتطور الى نوم عميق. تلاقي المرضى اللي عندهم اضطراب نظام النوم ما بيدخلوا بمرحله النوم العميق، بيبقى نومهم سطحي، ما بيدخلوا المراحل يسموها ستيج 3 اوف سليب، ما بيدخلوا المرحله العميقه من النوم، دائما نومهم بيكون بالمرحله السطحيه، بيدخل المرحله الاولى من النوم لكن ما بيتطور او بيتقدم للمرحله العميقه، وبالتالي ما ياخذ برجع بقول لك كفايته من النوم الصحيح اللي بيؤدي ليعيد نشاط الدماغ او نشاط الجسم بصوره عامه. وفي طبعا في دراسات نحن بنلجأ لها بنسميها دراسه النوم لحتى تأجينا كيف توزع الساعات النوم خلال المريض في مرحله النوم، قديش عدد ساعات كان بنوم سطحي، قديش عدد ساعات بنوم عميق، قديش عدد ساعات اللي بيدخل مرحله بنسميها ريم سليب. فهذا القياس او هذا الدراسه بتساعدنا حتى نحدد عدد ساعات كيفيه النوم وطبيعه النوم. لكن ايش مقصود بالنوم عميق؟ يعني هل في مقياس درجة النوم العميق بحيث انه واحد يقول والله انا نمت 5 ساعات تكفيني لان انا نمت نوم عميق؟ لا هو مفهومه انه فريش، كيف نحن نعرف ان النوم صحيح وطبيعي وادى النتيجه المطلوبه منه؟ لما في الصبح بتحس حالك نشيط، بتحس دماغك نشيط، بتحس عندك قدره وطاقه للاستمرار بالعمل، معناتها انت اخذت كفايتك من النوم. لكن اذا فقت الصبح عم يجي على كراسه، حسيت الصبح انه انت مالك فريش، مالك حاس بالنشاط، حسيت حالك خامل، حسيت اثناء النهار انت عندك رغبه بالنوم، معناتها اكيد النوم اللي كان الليل قبلنا ما كان نوم صحيح ونوم طبيعي. فالمقياس هو كيف ادائك اثناء النهار، لقيت حالك خامل، ما في نشاط، ما في حيويه، تميل الى النوم باكثر من موقف، حتى احيانا وتقعد تلاقي حالك فجاه نمت. النوم المتكرر اثناء النهار واحساسك بالخمول، كل هذا دليل انه معناتها النوم اللي اخذته الليل قبل ما كان نوم طبيعي ونوم نعم. صحي. واضح. نعم واضح. دكتور توفيق السعدي استشاري طب المخ والاعصاب من دبي، شكرا لك على المعلومات القيمه وكل عام وانت بخير.